السادة الكرام، عود كريم الى ساحة القرآن ومع قارئ له بالإذاعة القرآن منزلة وشرف. حينما يقرأ الجمعة تزداد الشرقية به شرف، وحينما يقرأ الفجر صوته جميل قد انعرف. شيخنا صاحب الصوت الحسن والأداء الحسن والوجه الحسن والخلق الحسن والتعامل الحسن، شيخنا محمود علي حسن الذي نستمع لفضيلته الآن جهر العين، ثم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى على شاشة القناة الثانية قارئا لقرآن الجمعة، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن متعدد الروايات جميل المقامات، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين مرتفقا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيه نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا
وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وكان له ثمر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه
قال له صاحبه وهو يحاور قال له صاحبه لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قال له صاحبه وهو يحاور Ah!
لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا وأحيط بثمره وأحيط بالثمر وأحيط بالثمر فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويكون على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله
هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا المكية التي تبلغ من الآيات القرآنية 110 آيات، وبها من القصص القرآنية ما يثبت لله تعالى الرفعة في الدرجات. فما كانت قصة أهل الكهف
إلا لتثبت أن الحي القيوم والمحيي المميت هو الله والباعث هو الله. وما قصة موسى والخضر إلا لتثبت أن الحكيم هو الله. وما كانت قصة صاحب الجنتين إلا لتثبت أن العاطي والمانع هو الله والخافض والرافع هو الله والمعز المذل هو الله. لذا قال لنا وما بكم من نعمة فمن الله، وقال لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها السادة، لقد تلا علينا الآن جهر العين، وسوف نستمع لفضيلته بإذن الله تعالى الجمعة القادمة عبر أثير موجات القناة الثانية بالتلفزيون المصري فضيلة القارئ والعلم الإذاعي الشيخ محمود علي حسن. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم المهندس محمد محمود أحمد حسن عامر وإخوته الأكرمين المعلم سيد والمهندس أحمد والأسطى شعبان، وباسم الحاج فتحي أبو عامر، وباسم الحاج محمد عوض أبو سنة. شكرنا أيها السادة الى صاحب الفراشة اولاد ابو الغيط والهندسة الكهربائية الحاج رضا رمضان، ومقدم الضيافة سامي طه ابو سنة، ولمصورنا ومخرج الليالي القرآنية ناصر صلاح.